ميدانيا تواصل ميليشيا الأسد ضرباتها الجوية والصاروخية على مناطق متفرقة من محافظة درعا. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ طائرات حربية غارات متجددة استهدفت خلالها أطراف بلدة نصيب وطفصة والنعيمة وكذلك بلدتي نصيب وأم المياذن، كما ألقى الطيران مروحي أكثر من 10 براميل متفجرة على مناطق في درعا البلد بمدينة درعا. كذلك قصفت قوات النظام بلدة الحارة شمال درعا.